ايه وليد اسلام. ايوه ايش السواليف عندكم؟ اهلا عمدة. حدثنا عن ال لا عمدة عمدة يراقب الوضع. يا ولد هذا عيونه تفجع يا ولد بكر. لا تعاين كذا يا ولد. سلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي كلام لعمدة حاب اقول له شوي ان شاء الله. اوقف اوقف واقف ارفع يدك. ايش تبي؟ بكره ذكروني نكمل تحت. ها 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 الله انك كويدي لبى عينك. علمك اسمع تفضل تدعي عند مجيدك. شفت الواد اللي يسوي من الحبه قبه صدق يطالع فيك. اي طالع فيك يحسسك اني ترى ايه ترى قفطتك. ها اعلمه الرماية كل يوم وليد. ها وحين اشتد ساعده رماني وحين اشتد ساعده رماني أعلمه الرماية كل يوم بياكلك شنو وحين اشتد ساعده رماني. ليش طقطق علي؟ انا ما طقطق عليك. نظراتك تقول يا ولد في واحد متوفي. نظراتك يوم تجي وتقول الشخصيه حلوه الشخصيه انت لما تطالع فيني تحسسني بسمك تحسسني انك ابتسامتك ابتسامتك يعني تشق الدنيا فرحا وبهجه. نظراتك اول واحد قال لي اول واحد قال لي وليد السالفه هذه كنت جالس مع واحد من العيال الحين قبل كل شيء. انت الحين لما تقول لي انا ارفض العمده انت صح تتكلم كلام افا عليك يعني انت تمزح تسوي شو قدام العيال صح؟ اطقطقي امزح معك. تعترف بعمادتي؟ اعترف بعمادتك وانت عمده وانت شوف العين وانت تاج العرس. ايش تبي ولي؟ ابغى امزح والله معك. حصل على النبي انا قد قلت العيال ترى ماني عمده هنا انا وليد الزهراني بناخذ ونسولف معك معنا احنا بس. اي معكم انتم الثلاثه العماد مصفر يعني ترمي المنصب وتفلها. انا رامي من زمان بس كذا لبيت عبدك. انا احب من تواضع لله رفعه والله العظيم انك متواضع من يوم عرفتك. ابى اقول لك اسلم. كنا جالسين طال عمرك في جلسه هو اذره كان يصور كذا وانا كنت ملتهي ما نبي يمه عرفت وانا اناظر كذا اي هو التلف طبيعي انا اشوف نفسي طبيعي. الوكاد قال بعد ما خلصنا التصوير وشاف قال يا اخوي نظراتك نظراتك وانا اجي قلت ورني المقطع بشوف وانا ركز في نظراتي طالع الا والله انه صدق. ترى في بعض الاحيان اخربها لا بعض الاحيان اذا سجيت اذا مثلا ابحرت عرفت كيف اسوي اذا ابحرت انا لاحظتها كذا 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 تقول لي ناظرها عرفت. ابي واحد منكم يا عيال ابشر بالسعد كلنا لك. ايش تبغى ايش الموضوع؟ بس خلاص واحد عن عشر كلنا لك لو قلت يا حبيبي كلنا لك. اليوم اليوم ركاله ما بلاها اسلم يا ابو نفال يا ابو سامي. ايش ايش تبغى توصل له يعني انه ايش نظراتك حاده يعني طبيعي طبيعي. لا في بعض الناس يعني يفهمني غلط مثلا الحين ناظر فيك يا وليد انت ما تعرفني وانا ما الومك صراحه. اعطيك نظره تحسبني كذا يا تحس فيها حاجه. انت تذكر يوم جيت معي في المقابله الشخصيه ما بلعتني صح كذا طالع فيك وانت تطالع فيني كذا. والله انا جالس جنبي انه يسوي ذكاء. انت من فين جاي؟ اقول لك من ابها. انت احس انك مالك في الثوب والغتره احس انك رايك اجول تذكر؟ اي والله تقول احس انك رايك انت رحت بثوب غتره؟ كنت بثوب غتره يا اخي. انت احس انك رايك اجول. من اللي كان قدامه سمعنا؟ الزعيزعي. لا اله الا الله يضحك. شلتكم على كيف كيفك والله. والله كان الزعيزعي قدامنا وضحك وطالع في الزعيزعي قلت يا الله انت صبرني يا الله. علمك تدري ما ادري اتصبر على ذا ولا على ذاك اللي يضحك الزعيزعي. يوم دخل الزعيزعي داخل وشل ذيك شله شيه يعني سيم الليل اتوقع يعني سيم الليل. والله انه برد خاطري وابدع الزعيزعي يعني. تدرون اول واحد في المقابله انا اول واحد خشيت من المجموعه اللي انا فيها حنا فيها انا عشان شال حق عندي طايره في تقلع رحله الجزم. كان في شلتي شخبوط وسام الشمري مصعب السيد راكان مين باقي اللي اكثر مجموعه قبل منها توقع مجموعاتنا. انا ما توقعت وشخبوط لقيته كان مربي شعر حتى هنا شخبوط كان مربي إيه شعر. كان مربي شعر يقول إيه؟ كان مربي شعر لقطعك. تدري ليش قلت لك انت كجول ولابس ثوب؟ تعرف الاعلانات السلطان وما فيه يجيبون لهم ناس اجانب يسوون اعلانات تلقى قاله كذا بدي كيف وبين عليه ان الرجال حق رياضه وجنتله وشغل عرفت وحلاقته يعني دقنه كان مرتب ها فقلت لك كذا
فنطق قلت لك الكلمة ذي وفيه باب بعد كنت بدخل عليه كيف قلت بنطلعها عليه خلني أخش يعني أصير أنا وياك كذا يعني ما يصير فيه سداد في النفس ما يصير فيه رسمي وأثرني عميتها وأنا ما أدري وأثرك ليتك ما فتحت السالفة إيه والله مسوي فيها إني بخش معك عطبتها أرحب يلا حيا ما شاء الله إيش هذا الزين والكشخة عيونك يا خالد سلطان هلا والله بالسفير هلا والله بالسفير زينة انت شلون اليوم بكره الربع شوفوا اي عمده واحد يبغى يضبط نفسه قد ما يقدر لازم تتعاونون يا الربع لا تنسى ان بكره كوتشي بدري كوتشي وقف الكوتشي اي صح وقف نخش ترى انا جيتك عشان اسم موضوع وبعلمك فيه بعد شوي لانك انت العمده واكيد لابد يجي عندك علم ولابد انك تدري بالعلم موضوع بقوله لك لا لا بقوله لك شوي تعال شوي بقوله لك اسمح لك تقول لا تحرجني يا عمده انا اسمح لك تقول تبغى توقف ها؟ لا 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 في شيء بقوله لك والله سم صلي العصر نبدأ لا يقول لك أحد شمس ما شمس لا 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 تبدو ايش؟ ولا ترتب لا في ترتيب طيب في شيء أنا بقوله للعمدة أبدا خلنا نكتبه بس جميل. ومن أسعد اللحظات يا عمدة أولا وجودك وجودك ولا وجودك؟ وجودك أنت وجودك الكلمة دي حلوة يا عمدة بكتبها بالله معليش على الشطة ما في ورق يا أخي ما في شيء انا عاده احب الشطه لذلك يا حيل وجوده ولا وجوده صدق عاد وجهك سبحان الله يشبه الشطه يشبه الشطه مره يعني مبادره حلوه من عبد المجيد العنزي العنزي عبد المجيد الاوتي بالنفاد انا عمره بعنزه والله ونعم نعم. فيك وشربك يا بعد راسي لو مال عتيبي تمنيت النجس يا الفضي نعم مبادره حلوه تعرف مقلع طميه اوه كيف ما اعرف علم الشباب عطهم نبدا عن مقلع طميه مقلع طميه طال عمرك انا اعلمك القصه سمعت ايه شباب اسمعوا عبد المجيد اللي بيقطع بقطع لسانه اعلمك القصه اللي سمعتها يقولون كان مكان جبل الجبل هذا طميه كان يحد له جبل في الشمال هذا السالفه خياليه طيب ابو نفال ولا قطع واردك دقيقه بس يا عيال احد يبغى ما حد يبغى والله كثر شويه بس ابو سعد تبغى بجيك انا يا عمده بجيك اعلمك يقول كان جبل يحب له جبل في الشمال يعني عمرك طويل يقول فمن قوة الحب والشوق يعني انتم ما تيجي توزيعاتكم وتقطيعكم الا 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 لا هرجت ترى بستخدم العنف لا تخلوني احلف بستخدم العنف يا عيال صادق عبد المجيد يلا عمده الله يطول بعمرك مقلع طميه جبل فالطايف يحب له جبل كان يحب له بعد جبل طميه اتوقع اسمه في جهه حائل والله العالم ايه جهه حائل هنا يقولون فمن الشوق والحب اللي الزايد انقلع انتشى النفس هالجبل ومشى مشى مشى لين جاف الشمال لين وصل صحيح فانا بقول لك مخالفه لهالموضوع هذه ممكن اقول لك انها من الخيالات اعلمك وش الموضوع وش طميه في وقت اتوقع من الاوقات ما فيها العلامه اللي يقولون تطلع نار من الحجاز اتوقع انها طلعت من الحجاز نار من الحجاز من حره الحره اللي جنب المدينه يشوفون وتشوف ظل النياقه اللي في الشفاء العراق فاتوقع ان اي اتوقع ان السبب هذا طميه من السبب ذاك عرفت من سبب النار اللي طلعت لا شوف هي الكلام اللي عليها الكلام انه نجم صحيح. نجم وقع في المحل هذا طبعا تقريبا كيلو وين في طيب في معلومه كيلو. في معلومه بقولها لك الحين طميه انا قد نزلت لتحت تحت لين تعرف الصبخه حقت ذي اي الصبخه اللي في النص يا اخوي اجيها امسكها طين مويه فيها الى الان الى وقتنا الحاضر صاد ليش؟ لان كل مجاري السيوله اللي حولها والشعبان تصب فيها يعني ما بزمان احنا جيناها ناشفه طيب كامله مئات السنين وفيها نخل وفيها حارة لا حاره فيها حراره يسوون فيها هايكنج لا ما اقدر والله اشوف الرجل هذا جدي ابدا بسم الله يا ابو حسن قاعدين نتكلم في موضوع انا اتمنى اشوف ابو حسن انا والله العظيم اني احبك واحب وليد واحب العيال كلهم انا اتمنى اني ما استخدم العنف معكم معنا إيه واطلع طيب وجهي الثاني مقلع طميه وش صار عليها شوف انا مشخص فما ودي اتهاوش معك لا انا ابي اشوف العنف لا اعلمك فيه شوي مقلع طميه انا بشوف العنف لا الان لا الان انا مرسم لا يا شباب شباب بالله قاعدين نتكلم في كلمه خلونا بس لا تبكي يا عبد الرحمن لا صدق خلاص لا تبكي لا تبكي لا تبكي خلاص يعني ابو حسن انا احيانا لو قطعت كلمتكم كنت سبب لنا يعني اخرب جدولك وانا عارف اللي تعوذ من ابليس
والزم ارضك ماني متعود وخلي الجلسه رسميه صح ولا انا ماني متعود من ابليس اولا العمده موجود خلاص خلاص اجلس عبد المجيد خليه يكمل مقطع عطيه مه 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 عطميه والله ما ادري اسمها مقطع عطميه كمل كمل قبل البرنامج تقريبا بشهر او خمس ثلاثه مدري اربعه اتوقع من جنسيه اجنبيه كانوا نازلين مع مقلع طمية لكن ما معهم أدوات السلامة اللي روح والثلاثة ماتوا أمسين أصطحوا فيه ماتوا وقريب بس هم لا ثلاثة عيال بعد البرنامج ولا قبله قبل البرنامج قبل البرنامج بكم بأسبوعين ثلاثة صح؟ إيه سعوديين صح؟ لا لا مو سعوديين لا أجانب بس عادة نزلوا على عماها عرفت كانوا متمشين ونزلوا معه ما كان معهم أدوات سلامة روح وودعوا طيب كمل إيه فسمعت أن في أحد الأمير اللي هو ماسك المنطقه هناك انه امر ان يعني يقفلون الخط حق مشيات الهايكنج ذول يقفل الا من جهه رسميه يعني معتمد رحله رسميه تدري ان كيف ننزل في مزرعه ورا اتوقع احنا قد نزلنا فيها اكثر من مره ننزل ودرب مسهل لك لين تجي تحت صح انه شوي عسر لكنك تقدر تنزل نزلت لين يمكن ثلاث مدري اربع مره يا عنده طريق مزرعه والله اللي مرات خبر فيه يا اخي قلت استنى خل ايه اللي تحت فيها نخل يا اخي فيها النخل في بوفيه برا بس ما ادري هل هو مؤمن ام لا من اللي جابه وفيها عيون في عين تقطر في امور واجد الله يوفق اذنك معك دام الزعيزعي معك فاذنك معك وخشمك معك وراسك معك وعينك معك وعقلك معك تطلع تشوف طيب ها انا اقول دام الزعيزعي معك فعقلك معك وعينك معك ليه وش المواهب والافكار اللي تبيها خل عندهم شويه علم خلهم يخلصونه احمد ربك والله كان لا سكر عليك الطريق في السالفه والله انتهى انتهى انت بعد البرنامج ان شاء الله ان انا مجرم لان ديرتهم وثلاث بعد ديرت عبد المجيد هم الدوم يا احب التسلط يا ريدين اعرف المكان هذا يا احب والله ازعج يحب السلطه الله لا الله لا يسلطك على مسلم الله لا يسلطك على مسلم شمال الطائف اعرف المكان هذا بقول لك شيء وصلت بسرعه للهم اسمع يا عمده عمده تراك كويس البطانه لا تفسدك البطانه اللي لازم تخرب لازم لا بالعكس لا 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 لا, لا, لا ابو سعد ما عاد الا ابو عبد الله اهدى ابو سعد اهدى 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 لا اله الا الله لا اله الا الله انا بعلمك انزل انزل بعلمك انزل انزل انت كذا بتنسد احنا بتاك انت كذا بتنسد يا جماعه عمده 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 لا عنده عنده ثانيه بيب ثانيه بيب ثانيه بيب هلا 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 نزلونا عيب يا عيال عيب خلاص عبد الرحمن عنده سالفه يا الربع خلوه يكملها والله اسلم يا ابو لا اسلم يا ابو لا ونعتذر على بس قليل ما في سلامه في الموضوع ابدا لا بس أبداً. بس يعني اتمنى الشباب يا شباب بس اتمنى اذا اني قطعت سالفه احد اتمنى ما حد يزعل لا والله ما اكتشفت صراحه انا في سوالف واجد كل ما تكلمت سالفه تجي من بدايه البرنامج فانا والله العظيم اني امشي يعني ما ودي نظر على الشاشه منظر والله ما يليق فينا اي والله لا خله غدار يا اخي يا اخي والله انا بسرعه احنا لا والله ما تسلم والله ما تسلم والله لا تسلم يا اخي قول لها الله والله لا تسلم يا اخي عاد الوضع اخوي يشهد الله عادي ورب الكعبه بس عادي يا اخي الواحد اللي يخش المجلس المفروض انه يعني يكون في احترام للحوار شوي اي زي اجراءات امنيه اي زي تعود المجلس لا بس خلاص يعني لا بس اتمنى يعني صراحه اني قطعت سالفه احد عنده عنده بس بقول لك اتمنى في عمدتك تحارب والله ما شفناها حاربناها في كل العماده في كل عمده حاربناها ما في فايده تلاحظون في كل لوكيشن الحين لا يكثر عن خمسه يوم جو عددكم خمسه طلعنا لبت بالله تكفون في كل عمده كفو والله العظيم معك زود ما عليهم زود والله انك كل كذا الحين انتم الحين خمسه فاحد يكون فيكم ليدر وهمي هو اللي يدير ممكن اقول شيء ممكن والله يكفينا الشر عادي عادي جدا ترى يصير عشرة بلوكيشن واحد بس المكان لا 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 لا, لا, لا مستحيل سليمان جبلاني رجع في العريش قال listen for me تكلم بالعربي وبالانجليزي وبكل شيء بقول شيء بس ولا ينقون علم اللي جنبك المساله مساله انه انا هو في مركزي بغيت اقول بيتين ما قدرت بيتين ما قدرت ان شاء الله لحنا والله الوضع اخوي يشهد الله هو صادق اذا صار المجلس واحد والله اذا صار المجلس إيه لكن الواحد كل شيء يصير في المنتجع هذا وليد اسمعني الواحد لا دخل في مجلس ولا سمع السالفه يا اخي اعطيها بس حقه لو ثواني بس خلاص اذا غلقت السالفه خذ راحتك كل شيء كل شيء يصير في المنتجع كل شيء يصير في المنتجع هذا خلال الاسبوع هذا في وجهي انا فيض الله وجه والله انا في وجه راعي مال الحمول الا اجمالها والله العظيم انا في وجهي انا اقول لك شيء سم
انت انت غانم وعلمك غانم وكلك علومك طيب خلاص اجلس كم انتبه انتبه من الناس اللي حولك يا رجع عود في البطانه لا يغيرونك يا عمده تفضل يا عم انتهى تفضل يا ابو لافي والله اني احب ابوك والله اني احبكم كلكم يشهد الله وانكم اخواني تفضل يا عم لكن ودنا كل واحد يعطي المجلس حقه تفضل تفضل يا ابوي فل ودندن ولا المضيع والله من يوم ما جيت العيال وان عندكم سوالف وقصايد ورحلات وروايات لكن عبد المجيد لبيه توك عندي ما ما, ما ابغاها تطلع بالشكل يعني ما ودنا تطلع الا بالشكل المناسب يشهد الله عبد الرحمن ما له لا اله الا الله